رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية خالص شكره وتقديره إلى صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله على رعايته واهتمامه بالمواطن البحريني في جميع المجالات، خاصة في مجال التعليم والصحة، مبينا سموه بأن التجربة الناجحة للمؤسسة بالاهتمام بالقدرات والمواهب التعليمية لأيتام البحرين هي خير دليل على نجاح مبادرة جلالة الملك الخيرية التي أسسها في عام 2001 المتمثلة في المؤسسة الخيرية الملكية، معربا سموه عن اعتزازه عن العلاقة الطيبة بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا على كافة الأصعدة. جاء ذلك بمناسبة زيارة وفد إيطالي إلى المؤسسة الخيرية الملكية لتقديم الشكر لجلالة الملك المفدى لتقديمه كرسيا في مجال العلوم الإنسانية بجامعة لاسبينزا روما، حيث استقبل الوفد سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية. وقد ترأس الوفد الإيطالي البروفيسور أنتونيلو فولكو من جامعة روما وعدد من المرافقين. وخلال اللقاء أطلع الدكتور مصطفى السيد الوفد على التجربة الإنسانية والإغاثية للمؤسسة التي تحظى بدعم مباشر من جلالة الملك المفدى وبقيادة وإشراف من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء. من جانبهم أثنى الوفد على الجهود لجلالة الملك في المؤسسة الخيرية والإنسانية الإغاثية ومبادراته في مجال التسامح والسلام العالمي واهتمام جلالته بالشأن الإنساني في مجال التعليم الذي ترجمها في مبادراته بتخصيص كرسي للعلوم الإنسانية في جامعة روما كمشروع علمي استراتيجي. وخلال استقبال رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض حمزة وفد جامعة لاسبينزا روما، بحث الطرفان تعزيز التعاون المشترك في إطار التبادل الطلابي والبحثي والبرامج العلمية المشتركة. وفي هذا الإطار أكد الدكتور حمزة أهمية كرسي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في جامعة لاسبينزا روما لتدريس الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان. يذكر أن جامعة البحرين كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع الجامعة الإيطالية لتشين برامج تبادل طلابية.